بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سأقوم بحل مشكلة أجهزة الفورجي. عندما نقوم بتشغيل الجوال الواي فاي ولا يرتبط مباشرة بالجهاز، نظل نعمل تحديث ولا يقبل. الآن هو يقوم بالاتصال، أنا لا المشكلة لا تظهر، ولكنني سأقوم بإعطائكم الحل. ولا عندي الآن، فهو يتصل مباشرة. طبعا طريقة العمل في حلين للمشكلة، يا أما أن نقوم بتشغيل جوالين مع بعض في نفس الوقت إذا كنت تقوم بتحديث الشبكة ولا يرضى أن يسوي اتصال بالواي فاي. إذا قمنا بفتحهم في نفس الوقت سوف يقوم بربطهم مباشرة. هذا أول طريقة. الطريقة الثانية، نقوم بإغلاق الواي فاي ونقوم بإيقاف تشغيل الجهاز المودم. لا داعي للجوال الآخر، الطريقة الثانية لا داعي للجوال الآخر، نكتفي بالجوال الواحد فقط. نقوم بتشغيل الواي فاي، لاحظوا ننتظر قليلا. نركز على الإشارات الذي هنا. إذا ظهرت باللون الأحمر أكيد أني ستظهر في أي مودم. نقوم بتشغيل الواي فاي الآن. سيقوم بالربط مباشرة دون أي مشاكل ودون أي تأخير. وبهذا نكون قد حلينا مشكلة تأخير ربط الواي فاي بالجوال، بالذات في أجهزة الواي فاي الفرجي. أعتقد أن المشكلة تواجه أغلب المستخدمين، فهذا طريقة حلها. وشكرا.